خير عليكم اخوتي نازل اكادير. اليوم السبت 9 مارس 2019. هذا الصباح هذا كنوجه هذا الفيديو هذا للعزيز اخنوش. السيد عزيز اخنوش سوسي ثاني اغنى رجل في المغرب، رجل سياسي كيدعم حزب سياسي كبير اللي بغى عنده طموح في الانتخابات الجايه كبيره، عنده طموح في اكادير والجهه، كل شيء هادشي زوين، الله يسهل عليه والله يزيدو من خيره. مورايا هاد مارينا كتعرفوا بانه في 2004 السيد عزيز اخنوش مع واحد الشريك ديالو خداو هاد الارض هادي بواحد الثمن تفضيلي فيها 8 هكتار ونص، ومن ضمن المشاريع اللي في كايت شارج اللي تسينا مع الاملاك المخزنيه هاد المارينا كانوا غادي يكونوا فيها واحد 6 ديال القاعات ديال السينما. اليوم 2019 حتى شي قاعه سينما ما دارت، علاش؟ بغيت نعرف علاش، لان كاينه في كايت شارج وخاصو يلتزم بها وخاصها تخرج للوجود. كاين واحد العدد كاليوت كلوب، كان شي حوايج ماشي مشكل مسامحين في داكشي كله، ولكن المدينه محتاجه لهذوك قاعات السينما اللي التزمتوا بها السي اخنوش. جانب واحد اخر اللي بغيت نسالك عاوتاني، وهو انت ثاني اغنى رجل في المغرب، مزيان الله يزيدك كيف تنقول، الله يعطيك من خيره ماشي مشكل، ولكن شنو هي الاستثمارات اللي درتي في الجهه ديالك؟ الا ما كبرتيش بالمدينه ديالك وزدتي بها لقدام، كما اولاد المنطقه هما اللي خصهم يخدموها ويزيدوا بهذه المدينه، انا كنقول لك بعد غير من العقار، العقار لان عينا منه، والمستثمرين العقاريين هما اللي خرجوا على هذه المدينه هذه، ما بغينا استثمارات كما درتي ان مول في الدار البيضاء وخدمتي الالاف ديال الناس، وعندك مشاريع اخرى وعندك وعندك وعندك، علاش اكادير حتى هي ما تعطيهاش واحد النصيب من الاستثمارات ديالك وتخدم لنا الشباب وتخلق واحد الديناميكيه وتعطي واحد المنظر زوين؟ اليوم مارينا الاستثمار الوحيد اللي عندك هنايا مارينا، مارينا مهم متواضعه، كتعرف بان كاين لافيسمون ديال لو تيران، راه داك الشيء غادي ترجعوا ليه من بعد، لان بعض العمارات راه كينزلوا، كاين لا موفي جيستيون، كاين القهاوي راهما غير سادين، الشيشه ما ندويش على شي حوايج غير اخلاقيه، هذوك سي الضريبه ديال السياحه وما غاديش ندخل فيها، يعني رسالتي للسي اخنوش الله يخليك. القاعة ديال السينما اللي كاينه في كايت شارج غير احترموا، بغي محتاجين المدينه محتاجه لدوك القاعات ديال السينما، عندك اتساع فين تقدر ديرهم؟ الى بعدنا من الاستثمارات ديال ديور وهدف مارينا براسها، ومن جهه اخرى خلق لنا فرص العمل، استثمر في شي مول، هذاك المول اللي حدا ولا قصر المؤتمرات راه مولاه حاصل، اسيدي ادخل عليه ولا شي حاجه، المهم بين لنا ود المنطقه دار شي حاجه وكيحمر الوجه. تبارك الله عليك السي اخنوش، الله يكثر عليك من خيره، الله يعطي اللي عطاك ويزيدك، ما عندناش معاك مشكل، حنا بغينا غير المدينه تزيد لقدام وتحترم الكايت شارج اللي مورانا ديال مارينا، وما تسنى غير الدعوات والخير معك. تبارك الله عليك اخويا، والله يعاونكم والله يسهل عليكم النزير اكادير. سي اخنوش كتعرفوا هذا الباطو اللي واقف هنايا في مارينا، هذه ساعتين المكانه هو واقف وهز السياح هما جالسين، هذه ساعتين هما جالسين فيه، علاش؟ لانه ما يمكنش ليه يخرج من مارينا لان الدراكاج ما دارش فيها، وكاينه الرمله كاينه ماغيباس، الا خرج غادي يحرت غادي يقيس الارض وغادي يبقى بالسياح، السياح فيها هما مقلقين. هاد سوء التسيير ديال هاد المارينا ماشي هو اللي غادي يجيب لنا السياحه، دونك هاد السيد مول هاد الباطو غادي نخرجوا عليه، لان غادي خصو يرجع للسياح فلوسهم، خسر المازوط وغادي يعاود يدخل في حالته، دونك لي باطو الكبار كلهم ما يمكنش ليهم يخرجوا هنايا. كاين باطو ديال السياح، تشوف شركات استثمارات وكل شيء، ولكن حتى حاجه ما دارت من غير الاثمنه اللي غاليه الناس خصها تخلص، وكاين لي فو دو ميزوار حتى هما، على اليسار كيكون الضو الاحمر وعلى اليمين كيكون الضو الخضر ساكتين، وفي العالم كله مارينا خص الضو يكونوا شاعلين بالاشارات في الليل باش الناس كيعرفوا اش كاين هنايا. المهم هذا سوء من سوء التسيير ديال المارينا، حشومه واش باطو بحال هكا بالسياح وكل شيء اللي يبقى واقفين هنا وسط مارينا كيتسناو لا ماري طلع واه، وكيفاش بغينا نزيدوا بالسياحه لقدام؟